ونعرب عن انشغالنا بسبب التقارير الخاصة بمحطة زابوريجيا النووية لتوليد الكهرباء. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من السلطات النووية الأوكرانية، فإن المعدات الرئيسية والمحطة النووية لا تزال على حالها بدون مساس، وأن مستوى الإشعاع لم يتغير. وقد أحطنا علما أيضا بالمعلومات والتوضيح المقدم من روسيا حول هذه المسألة، ونحن نولي أهمية قصوى للأمن والسلامة النووية، ونأمل من الأطراف المعنية أن تتوخى الحذر وأن تكون هناك مساعدة مخصصة من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية داخل أوكرانيا. السيدة الرئيس، إن الأزمة الأوكرانية تشهد تغيرات بالغة التعقيد، ووجب الآن نزع فتيل التوتر وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، مع تعظيم الجهود الدبلوماسية والعودة في أسرع وقت ممكن إلى مسار التسوية السياسية. لقد عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات والمفاوضات، وتوصل إلى موافقة أولية بوضع مسار لتوفير المساعدات الإنسانية، وترحب الصين بهذا التطور، ونأمل أن ييسر ذلك حماية أفضل للمدنيين ويساعد على الإجلاء الآمن لكل الرعايا الأجانب بما في ذلك من الصين. نشجع روسيا وأوكرانيا على مواصلة الالتزام بالسعي للتوصل إلى تسوية سياسية والتوصل إلى حل متفاوض عليه، يأخذ بعين الاعتبار الشواغل المشروعة للجانبين، ويسهم في إحلال السلام والأمن الدائمين في أوروبا. ترحب الصين بكل الجهود الدبلوماسية التي ستؤدي إلى تسوية سياسية، وقد اطلعنا وسنواصل بالاطلاع بدور بناء تحقيقا لهذه الغاية. ويجب أن يتحلى المجتمع الدولي بالحكمة ويعتمد نهجا حياديا بناء لتوفير ظروف مواتية لحوار مباشر ما بين الأطراف المعنية. أي فعل يجب أن يسهم في التهدئة والتسوية الدبلوماسية، عوضا عن زيادة الطين بلة وزيادة التصعيد وتدهور الوضع الراهن. شكرا سيدتي الرئيس.